هذه القنوات الفضائية فضحت أناسا كانوا ينتسبون إلى أهل السنة، ومع ذلك بعضهم سمع منه سب معاوية رضي الله عنه، القدح في خالد بن الوليد رضي الله عنه من أنه، وهذه تثار ويجب أن يتنبه إليها بما أنكم فتحتم الباب، من أن خالد رضي الله عنه قتل مالك ابن نويرة التميمي، ويقولون فيما ينسبون إليه رضي الله عنه من أنه قتله من أجل أن يتزوج بامرأته لأنها كانت فائقة الجمال. وبعض المؤرخين كابن كثير وقبله شيخه الذهبي في سير أعلام النبلاء يذكرون مثل هذه الأحداث ومثل هذه القصص، ولكن يجب أن يعرف أن عمدة ابن كثير وابن الأثير، عمدة كثير من المؤرخين عمدتهم في ذلك على ابن جرير الطبري في تاريخه، وابن جرير الطبري رحمه الله قال: فمن وجد ما لا يستسيغه عقل أو يشنع من أخبار عن الماضين فإنما نقلته كما هو والخلل ممن نقلت عنه. وكذلك قال في موطن آخر، قال رحمه الله: إنما ما أذكره ليس مصدرا يعتمد عليه في كل شيء، لأن بعض من ينتسب وللأسف إلى أهل السنة ويزعم أنه شيخ، رأيت له مقطعا يذم في خالد بن الوليد، وقصة خالد بن الوليد كما يروونها من أنه أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى مالك ابن نويرة، وكان رئيسا في قومه، وكان عنده هو أسلم، لكن بعد ذلك لما فشى أمر مسيلمة وسجاح فهو تردد في هذا ومنع الزكاة. خالد رضي الله عنه أراد أن يباغته فأتى به وبمن معه، فقال له: لما تمنع الزكاة؟ قال: إنما فرضها صاحبكم. قال: وليس بصاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر بقتله، والذي قتله ضرار بن الأزور، وكل هذا كما ذكر من حيث ما يذكرونه في كتب التاريخ، وفي بعض الروايات التي ينقلونها قال: دفئوا أسراكم. فظن من ظن أن مقصود خالد أن يقتلوا، هذه مما ذكر من الروايات في هذه القصة. وكان رضي الله عنه قد أرسل من أرسل إليهم فأتوا بهم، وكان من بينهم أبو قتادة، فقال إنه لما أتيناه قال: أنا عبد الله المسلم. لكن مع أبي قتادة أناس قالوا إنه لم نسمع لهم أذان ولا صلاة ولم يقل هذا الكلام، فأراد أبو قتادة أن يمنع خالدا من قتله رضي الله عنه، لكن خالدا لم يستمع إليه وأخذ بكلام الآخرين، فبلغ الخبر أبا بكر رضي الله عنه وعمر، فشدد عمر النكير على خالد وطلب من أبي بكر أن يعزله، فقال أبو بكر رضي الله عنه: وماذا صنع خالد؟ لعله اجتهد فأخطأ. ولذلك كما يذكر من أن عمر قال: لئن قدرت عليه لأرجمنه بالحجارة، لأنه بعد ذلك تزوج بزوجة مالك بن نويرة. ولذلك لما أراد أن يقتله وأتت الزوجة زوجته وخشيت عليه قال: بك قتلت، سيقتلني من أجلك، فقتله خالد رضي الله عنه. فلما أكثر عمر على أبي بكر، لأن أبا قتادة ذهب إلى أبي بكر وأخبره بالخبر، فأرسل إليه أبو بكر وأخبره خالد بما جرى من إخبار هؤلاء من أنهم لم يسمعوا منه أذانا ولا صلاة، وتردده في الإيمان بمسيلمة وسجاح، وأنه قال: إنما يزعم هذا صاحبكم. فأبو بكر فدى هؤلاء، أعطاهم الدية، جعلوا يذكرون هؤلاء في القنوات الفضائية القدح، حتى ذكر من بين ما ذكر من أنه أمر برأس مالك بن نويرة
أن يوضع في قدر مع حجرين فطبخ وأكل منه، وكما أسلفت لكم وقالوا إنما أكل منه من أجل أن يبين لهم قوة المسلمين وحتى يكثر الخوف في قلوبهم. فخلاصة القول أن عمدة هؤلاء، أولا عمدة هؤلاء على ما ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه، وابن جرير تبرأ مما يشنع به قلب القارئ ونسب الخطأ إن وجد إنما هو في من نقل منهم، هذا أولا. ثانيا لو صح تنزلا فإن لخالد تأويلا، وهو أن هذا الرجل قال يزعم صاحبكم فأنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتردد في الرجوع إلى الإسلام ومنع الزكاة، وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وهذا الرجل لو صح قال إنما قتلني بك لكي يوهم الناس من أن خالدا أراد بذلك المرأة فيخفي ما في قلبه مما أراد، أو يخفي ما قاله من قوله إنما هذا يزعمه صاحبكم، ثم أبو بكر رضي الله عنه فدى الأسرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته فدى من قتل مما تأول بعض الصحابة رضي الله عنهم من أنه باق على الكفر، فبعض الصحابة في بعض الغزوات قال بعض من أتوا إليهم نحن مسلمون، لكنهم ظنوا أنهم يريدون بذلك الخداع ففداهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جرت قصة في بني جذيمة لما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خالدا لكي ينظر في أمرهم فأعلن الإسلام، فخالد رضي الله عنه فعل ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إليك مما فعله خالد، وفداهم بديات. كذلك لا يمكن أن يليق بخالد بن الوليد سيف الله المسلول أن تكون همته من أجل امرأة، لكن من المعلوم أن الكافر لأنه رضي الله عنه قتله من أجل أنه يرى أنه أتى بالكفر، ومعلوم أن نساء الكفار أنهن سبي، فلما اعتدت بحيضة هنا أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه باعتبار أنها من السبي. ومما يؤكد أن مثل هذه الأخبار يشوبها ما يشوبها ولا تليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما خالد، أنه لا يمكن أن يحابي أبو بكر رضي الله عنه خالدا في دين الله، بل إن عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة لم يعنف على خالد، ولو كان يعلم بأن خالدا فعل منكرا من زنا لرجمه، ومع ذلك استمر خالد على ما هو عليه، ثم بعد ذلك عزله عمر رضي الله عنه. عزل عمر لخالد رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، والناس لا يعرفون، يعني يقولون قد تكون هناك أوجه من بينها أن الناس قد يغترون بخالد لما كثرت الفتوحات على يديه، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله عزل عمر رضي الله عنه لخالد بن الوليد لأن خالدا شديد قوي وعمر قوي ولا يجتمع قويان، لكن في عهد أبو بكر كان أبو بكر لينا وخالد قويا شديدا، فيتناسب في أمر السياسة أن يكون هناك قوي ولين، لكن لما أتى عمر هو قوي وخالد قوي، فماذا صنع؟ عزل خالدا وولى أبا عبيدة حتى تحصل السياسة المناسبة، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وتحدث شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في قصة مالك بن نويرة ببعض الأشياء الخفيفة جدا من تبرئة خالد رضي الله عنه مما يمكن أن يوصف به في مثل هذه القصة، وإلا فكيف يليق بخالد بن الوليد ينسب إليه مثل هذا من أنه شهواني، نسأل الله السلامة والعافية. حتى لو ذكر مثل هذا ممن هو مشهور من أهل التاريخ والسير، لأنهم أحيانا يذكرون عمن قبله من باب الجمع فقط، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن عندنا أصول، ما هي هذه الأصول؟ مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، كيف وقد أذن الله عز وجل عليه.